وتعليقك بعد اختيارك طبعا كمتحدث رسمي باسم مهرجان العالمين الجديد. بص، حاجة طبعا تشرفني وحاجة أكون فخور بيها، والكلام ده مش كلام يعني كليشيهات، لأن أنا لما جيت هنا وشفت حجم المجهود اللي مبذول ده، أنت تتمنى أن أنت تبقى ولو ترس إيه، تبقى بس مسمار في المكنة اللي أنا شايفها هنا. يعني اللي حصل هنا على الأرض، الناس برضو مهما الواحد وصف ومهما الواحد اتكلم، فعلا اللي شاف غير اللي سمع. فالواحد انه يبقى جزء ولو بسيط من حاجه زي دي حاجه تخلي الواحد متشرف وفخور ومبسوط. يعني طبعا في البدايه احنا النسخه الثانيه على التوالي، والحقيقه مهرجان العالمين الجديده بدا بدايه قويه في النسخه الاولى. حابين نوضح كمان للساده المشاهدين رساله مهرجان العالمين الجديده للمصريين وللعالم، بما اننا طبعا بنرفع شعار العالم عالمين. بص، لما تيجي هنا محمود وانت موجود معانا وشايف، واي حد لما يجي هنا هيعرف ان انت عملت حياة جديدة. يعني انت مش مجرد ان انت عملت ابراج او عملت مباني او عملت طرق، لا، انت عملت مدينة متكاملة تقدر تشوف فيها وانت ماشي في الشارع وفي المول وفي الكافيهات وفي السينما وفي السوبر ماركت، العيلة المصرية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. هتلاقي أب وأم وعيالهم بمختلف بقى المستويات والمراحل العمرية، الناس كلها كل واحد لاقي اللي هو عايزه هنا. يعني دي أحلى حاجة أنا عجبني جدا هنا في مدينة العالمين، هي مدينة يعني هي مش منتجع ولا شاطئ زي ما كتير من الناس بتخيله، هي مدينة متكاملة فيها كل حاجة، فيها حياة متكاملة. أي عيلة مصرية مهما كانت خلفيتها الثقافية أو المادية أو التعليمية او الحاجات او شكل المتع والانترتينمنت ستايل اللي هم بيحبوه هيلاقوه موجود هنا. وكمان ودي نقطه مهمه جدا، وفقا لامكانياتهم الماديه، ودي نقطه انا يعني بشكر وبحيي قائمين على مدينه العالمين الجديده ان هم حطوها نصب اعينهم. دايما وابدا كان بيبقى في شكل من اشكال يعني البوزيشننج كده والترميز للساحل بشكل عام انه بتاع فئه معينه من الناس، مش اي حد يقدر يجي الساحل بشكل عام. والعالمين الجديده كانت الناس متخيله بقى ان انت، لا ده انت عشان تروح يا عم العالمين ده انت لازم تبقى محوش. انا شفت هنا كم اماكن عاديه جدا بسيطه جدا. ابسط حاجه اقولها لك ان السوبر ماركت اللي هنا الحاجه اللي هتشتريها منه هي نفس سعرها في القاهره، وده عمره ما كان بيبقى موجود في الساحل عامه، يعني في اي مكان تاني. فاللي اقدر اقوله للناس ان لما يجوا هنا هيشوفوا مدينه بتنضب وبتضج كده بالحياه. الحقيقه كابتن احنا كنا متابعين ده من اول لحظه كنا في تغطيه المهرجان، وشفنا قد ايه الاسر والاطفال والنقطه تحديدا اللي انت بتتكلم عليها، ويمكن ده اللي كنت هسالك عليه، ان ميزه مهرجان العالمين والتركيز دايما انه لكل الفئات وكل الاعمار. ايه اللي اتعمل في السياق ده تحديدا علشان يتيح لكل الفئات؟ يعني احنا كنا شايفين في شواطئ مجانيه خصصتها الشركه المتحده، في اتوبيسات نقل ذكيه وطاقه نظيفه، يعني ايه اللي اتعمل في هذا السياق عشان يتم إتاحة الفرصة لكل فئات المجتمع إن هي تكون موجودة في مهرجان العالمين الجديد؟ هقول لك، يعني هنمسك كذا حاجة. هتيجي مثلا تلاقي الشواطئ، مفيش على بعد ممكن يكون 2 كيلو، أقل من 2 كيلو هنا، هتلاقي أكتر من شاطئ جنب بعض. الأكتر من شاطئ دول هتلاقي شاطئ عام وشاطئ خاص، الاثنين مفيش حائل ولا فاصل ما بينهم، الاثنين سور في سور، الاثنين يعني إن شاء الله تبقى في فرصة ونصور هناك. هتلاقي الاثنين بنفس المواصفات، بنفس الجوده، بنفس الكواليتي، بنفس كل مستوى الخدمه اللي ممكن يكون اي حد متخيله. انت عايز تخش شاطئ خاص وتدفع رقم معين موجود، عايز تخش شاطئ عام وتاخد نفس الاهتمام بنفس الكواليتي بنفس كل حاجه موجود. عشان انا كرب اسره لو ميزانيتي مش هتسمح لي غير ان انا ادخل ده، هعرف اعمل كده، عايز ادخل ده هعرف اعمل كده. دي حاجه. الحاجة التانية، حد عايز هو التوجه بتاعه رياضي، فعنده ملاعب وعنده إيفنتس رياضية يقدر يشارك فيها ويلعب فيها هو أو عياله. حد عايز يخش سينما، موجود سينما وموجود إيفنتس ترفيهية وحفلات اللي انتوا أكيد كل مصر شايفاها بكل المغنين بتوع مصر والوطن العربي كلهم موجودين، وكل التفاصيل دي موجودة في نطاق مدينة انت ما تخرجش براها. يعني مدينة كبيرة ما تخرجش براها انت وولادك وعيلتك وقرايبك واي حد جاي معاك واصحابك. زيد بقى على ده كله النظافه اللي موجوده في الشوارع، الامن اللي موجود في كل حته،
الإسعاف اللي موجودة في كل حتة، يعني المدينة متوفر ليها كل الأساسيات اللي تخلي أي حد موجود هنا هو فعلا بيستمتع بأجازة حلوة وجميلة، يرجع منها يحس إن هو لا ده أنا قضيت أسبوع ولا كم يوم أنا أرجع بيهم أكسر الدنيا. ومنظر البحر الجميل ده يعني خير دليل على الحالة الحلوة اللي موجودة. والله فعلا إحنا البحر عندنا في يعني الشواطئ بتاعتنا مش موجودة في أي حتة في الدنيا، يعني إحنا عندنا شواطئ فعلا فعلا بالاهتمام اللي موجود دلوقتي بالشغل عليها. بكمان نقطة مهمة أنت فكرتني بيها، كان دايما الناس بتشتكي من حتة الساحل في إنه الشاطئ كله متاخد للمنتجعات والكومباوندز اللي موجودة بطول الساحل، فأي حد عايز يخش البحر لازم يكون عنده وحدة جوه أو يونت جوه، فيقول لك يا عم الوحدات دي غالية جدا أنا هشتريها إزاي، طب أنا عايز أشوف البحر، أنا عايز أنزل البحر زي ما كنا بننزل في اسكندرية. هو هنا ده موجود، أنت شايف بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني احنا عندنا شط بطول مد البصر، منظر جميل وحالة الطقس، اي حد عايز ينزل هياخد بعضه بشمسيته والشنطة بتاعته هو بيفرش ينزل لقى نفسه في البحر، ولا بقى محتاج يشتري ولا يعمل، هو مجرد انه هيبقى موجود هنا في اي حتة في العالمين هيقدر ياخد عربيته ولا حتى الحاجة اللي هو جاي بيها يخش ينزل يلاقي شاطئ ويلاقي بحر ينزل يستمتع بيه. الحقيقة احنا لمسنا ده، ولما كنا بنصور كمان في الشاطئ العام اللي خصصته الشركة المتحدة قد ايه الناس كانت مبسوطة، الموضوع ما كلفهاش اي حاجة غير بس مسافة الطريق ان هي تيجي وتستمتع.